يو، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا ومرحبا بكم جميعا على قناة الماجيك فريكس. كيف خدعنا توغاشي في قضية كورابيكا والعناكب، وأوهمنا أن العناكب هما السبب الأساسي في القضاء على قبيلة الكورودا. من هو الشخص خلف تلك المجزرة، ولماذا اختار توغاشي في القتال مع كورابيكا ضد العناكب؟ كان أوفو أولا، لماذا أوفو على وجه التحديد وليس آخرهم؟ وأيضا كيف علم هيسوكا أن كورابيكا يريد الانتقام من العناكب في آرك اختبار الصيادين؟ كل هذه الأسئلة سوف نجاوب عليها في هذه السلسلة التي سوف تكون عبارة عن مقطعين أو ثلاثة وربما أكثر، نتناول من خلالها قضية العناكب والكوروتا وموضوع الانتقام من كورابيكا. خلونا نبدأ. قبل البدء في الحديث، تم اختيار هذا اليوم لبدء هذه السلسلة لأنه يوافق 4 أبريل تاريخ ميلاد كورابيكا كوروتا. وشيء آخر، ألا وهو فيلم الشبح القرمزي، ليس فيلر كما كنا نعتقد، بل هو فيلم يتبع أحداث القصة الرئيسية، وفيه الكثير من التلميحات، وتم فيه حل الكثير من الألغاز والأسئلة التي كنا نتساءل عنها دوما. هذا الفيلم تم إنتاجه في العام 2013، يرتكز على مبدأين اثنين، أولهما قصة أوموكاغي العضو الرابع في عصابة العناكب الذي احتل محله هيسوكا، وهو سوف يكون محور الحديث اليوم، أوموكاغي وليس هيسوكا. الشيء الثاني وهو مانغا كورابيكا الجانبية التي تمت كتابته على يد توغاشي نفسه في العام 2013، أي بعد انتهاء المانجا الأساسية في الفصل رقم 339 عند لقاء جين وغون فوق شجرة العالم. لذا كان لابد لتوغاشي أن يقوم بإدخال كورابيكا في الأحداث مثل ما حدث حاليا وظهر الآن في المانجا في حرب الخلافة. لذا كان لابد له من وضع تلميح لذلك، وذلك التلميح كان من أجل كتابة مانجا كورابيكا الجانبية التي تم تسميتها فيما بعد بالفصل رقم 0. وحكى عنها توغاشي قصة كورابيكا وذهابه إلى العالم الخارجي رفقة بايرو، وأيضا بحثه عن طبيب من أجل معالجة أعين بايرو، وكيف تم القضاء على الكورود. ذلك لم يوضح، فقط تم إيجاد رسالة في نهاية المانجا الجانبية، تم إيجاد كتابة الرسالة تلك التي توضح أن الذين قتلوا الكوروتا هم العناكب. تلك الرسالة كان محتواها: نحن نقبل كل شيء لكن لا تأخذوا منا شيئا. إشارة إلى مدينة النيزك وعلى وجه التحديد عصابة العناكب. إذن كيف خدعنا توغاشي هنا؟ السبب الأساسي بدون أي مقدمات كثيرة ألا وهو أوموكاغي. أوموكاغي لا يعلم حتى الآن تاريخ انضمامه إلى العناكب، لكنه قام بخيانتهم وترك العناكب قبل 2 أو 3 أعوام عندما تم هزيمته على يد هيسوكا. أوموكاغي يسمى صانع الدمى الإلهية، وهو ينتمي إلى صنف التخصص. لديه 3 قدرات. القدرة الأولى تسمى ماسك الدمى، يستخدم هذه القدرة للاندماج مع 3 دمى أو أكثر، ويكون قادرا حينها على الاستفادة من قدراتهم البدنية وقدرات النين الخاصة بتلك الدمية. لأي أحد كانت تلك الدمية يستطيع أن يستخدم قدرات النين الخاصة بها وقدراتهم الجسدية والبدنية. القدرة الثانية وهي نداء الروح، يستخدم هذه القدرة لسرقة عيون الأشخاص، لأن دماه شبه متكاملة، لكن عندما يكون لديها أعين قوية تصبح شبه أو متكاملة بدرجة عالية جدا. القدرة الثالثة وهذه هي الأهم التي ينضم من أجلها إلى العناكب، لأنه عن طريق هذه القدرة يستخدم بقية القدرات، هذه القدرة هي الأساس، لذلك انضم إلى العناكب من أجلها، من أجل أخذ دمى لهم، وهي قدرة دمية الروح، حيث يقوم بعمل دمية عالية جدا لأي شخص. إذا كان يعرف ذلك الشخص وقدرات النين الخاصة به وما إلى ذلك، يقوم بعمل تلك الدمية إلى ذلك الشخص. أما إذا كان لا يعرف الشخص بطريقة رسمية أو معرفة شخصية، فيقوم بعمل دمية عالية جدا، ويقوم بترك تلك الدمية بجانب شخص عادي. ذلك الشخص العادي تتحول تلك الدمية إلى أكثر شخص يفكر فيه، وهو مثل ما حدث في الفيلم عندما تحولت دمية ريدز أخته
أخت أوموكاغي. تلك الدمية كانت تحملها في يدها إلى شكل إيلومي، والسبب أن تلك الدمية تحولت إلى شكل إيلومي أن كيلوا كان يفكر في إيلومي حينها، لأن إيلومي في ذلك الوقت كان متحكما في كيلوا بسبب الإبرة في عقله. وأيضا أحداث الفيلم كانت تدور في الزمن بعد انتهاء أرك العناكب، بداية أرك الجريت آيلاند. الإجابة على لماذا تم إبادة كوروتا من قبل أوموكاغي، قبل البدء في هذه النقطة لنسأل أولا، ماذا حدث أثناء قتال أوفو مع كوروبيكا؟ أثناء قتال أوفو مع كوروبيكا، كوروبيكا سأل أوفو قائلا، هل تتذكر الأشخاص الذين قمت بقتلهم من قبل؟ أجاب أوفو، لا أتذكرهم. عندما قال له قبيلة كوروتا قال لا أتذكرهم أيضا، إذن أنت أتيت من أجل الانتقام. بعد مدة من الزمن أثناء القتال قال أوفو لكوروبيكا، نعم تلك الأعين لقد أعجب بها الزعيم. لنركز على هذه النقطة جيدا، ونعلم جميعا أن أوفو أكثر العناكب تهورا، أي أنه لا يستخدم عقله كثيرا بل هو أكثرهم تهورا. بعد هذه النقطة نعود إلى أحداث الفيلم. أولا، اسم أوموكاغي يعني البقايا، بمعنى أنه بقايا لشيء ما وما إلى ذلك، شعوب قبائل لا نعلم تماما إلى أي مجتمع ينتمي، لكن أوموكاغي لا ينتمي إلى مدينة النيزك. وبالعودة إلى مجتمع البقايا في هنتا هنتا، ذكر هذا المجتمع في مكانين فقط، أحدهما مدينة النيزك والآخر في دولة كاكين. في دولة كاكين ذكر البقايا بطريقتين مختلفتين، لكنهما الاثنين يؤديان إلى نفس المعنى. الأول ألا وهو الأحياء الفقيرة في مجتمعات كاكين التي تنتمي إليها الملكة أويتو، والدة الأمير الرابع عشر ويبول الذي يحرسها كوروبيكا. ومجتمع البقايا الآخر ألا وهو مجتمع اللاعينين أو اللعانون الذين تم جلبهم من قبل الأميرة كاميلا من أجل لعن الأمراء الآخرين. هذا يعني أن أوموكاغي ينتمي إلى دولة كاكين. إذن لماذا قتل أوموكاغي الكوروت أو قام بإبادته، وكيف ذلك؟ أوموكاغي قام بإبادة الكوروت على وجه التحديد بسبب أعينهم، لأنه يحتاج إلى تلك الأعين الغرمزية من أجل إضافة اللمسة الكاملة إلى الدماء الخاصة به، لذلك كان عليه إضافة أعين تمتلك جمالا وقوة وهيبة وما إلى ذلك. والشيء الآخر أن توغاشي كذب علينا في موضوع أوفو، كيف ذلك؟ أوفو كما قلت لكم في البداية ونعلم جميعا أنه متهور، وأثناء إبادة الكوروتا قام أوموكاغي بأخذ أعين أوفو الحقيقية، لأن أوموكاغي عندما يأخذ أعين شخص ما يضعها في دمية، ذلك الشخص الحقيقي يمكنه الرؤية عن طريق أعينه التي في الدمية. بهذا السبب عرف العناكب أن أوموكاغي قام بخيانتهم وقام بقتل كوروتا، وهم لم يكونوا يريدون قتل كوروتا من الأساس، أو لم يكونوا يعرفون أين مكانها أساسا، لكن أوموكاغي استخدم أوفو على وجه التحديد ووضع له أعين حتى يستخدم أوفو قوته الكاملة، لأنه الأكثر قوة جسدية فيهم كما نعلم تماما. حينها أوفو كان يرى البقية عبارة عن عناكب، العناكب الحقيقيين الذين يوجدون معه، الذين هم أصدقائه يعرفهم، كورولو ونوبوناكا وما إلى ذلك وغيرهم. إذن أوفو كان يعلم أن العناكب يقومون بالإبادة، ورأى أن كورولو قد أعجب بتلك العيون، لكن ذلك ليس كورولو بل هو دمية من صنع أوموكاغي وليس كورولو الحقيقي. بعد ذلك قام أوموكاغي بقتل أوفو فقط. عندما يقتل الشخص الدمية ترجع العيون في الدمية إلى الشخص الحقيقي، أي أنه عندما تم قتل أوفو الدمية الذي كان لديه أعين أوفو الحقيقية، رجعت أعين أوفو الحقيقية إلى وجهه، أصبح أوفو الحقيقي بعينه، وهنا مات أوفو الدمية. حاليا أوموكاغي لم يكن يمتلك مرة أخرى دمية لأوفو. السبب في هذه النقطة على وجه التحديد أنه في الفيلم قال نوبوناغا كلمة تدل على ذلك، قال كلمة واحدة، يا أوموكاغي أنت قمت بنبش قبر أوفو، أي أن أوموكاغي لم يكن لديه دمية خاصة لأوفو. والسبب ليس لأن أوفو كان قد مات على يد كوروبيكا، لا، لأنه أوموكاغي نفسه قام بقتل أوفو في أثناء إبادة الكوروتا. في هذه النقطة تحديدا، حتى أن باكوندا مع أنها كانت ميتة، لكن أوفو كان يمتلك دمية لها من ضمن الجميع، حتى أنه كان يمتلك دمى للإنجو،
نوبوناغا قال له أنك قمت بنفس عبور الإنجو أيضا وأخرجت جثثهم وقمت بعمل دمى خاصة بهم. لذلك أوفو هو الوحيد الذي لم يكن أوموكاغي يمتلك دمية له لأنه قام بقتله سابقا بعد مجزرة الكوروبتا، لأن أوفو نعرف أنه قوي البنية وما إلى ذلك. أما من هو المحرض؟ المحرض الأساسي اللي أوموكاغي من أجل قتل قبيلة الكوروتا، تشابه الأرقام قد يأخذنا إلى ذلك. أوموكاغي في العناكب ترتيبه هو الرقم 4، هيسوكا الرقم 4 احتل مكانه، كوربيكا في امتحان الصيادين كان رقمه 404. هناك شخص آخر ظهر في المانجا ألا وهو الأمير الرابع سيردنيتش، الأمير الرابع الذي أيضا ترتيبه في الأرقام هو الرقم 4. الأشخاص الباقيين الذين لديهم علاقة بالأمر سوف يتم التحدث عنهم جميعا وإثبات أن سيردنيتش هو السبب في إبادة الكوروتا في المقاطع الأخرى أيضا. هذه هي النبذة الأولية. الآن السؤال، كيف علم هيسوكا أن كوربيكا يريد الانتقام من العناكب في آرك الصيادين؟ كوربيكا قال ليوريو أنني لم أحدث هيسوكا حول ذلك الأمر. هذه النقطة المحادثة بين ليوريو وكوربيكا لم تظهر في مانجا، لكن توغاشي يحتاج إليها في الأنمي من أجل التوضيح. ما الذي حدث؟ لماذا انسحب هيسوكا من قتاله مع كوربيكا بعد أن قال له تلك الكلمة؟ حتى أصبح الجميع يتساءل كيف علم هيسوكا بذلك؟ لنعود بالأحداث مرة أخرى إلى الفيلم وإلى قدرات أوموكاغي. هيسوكا قال لكوربيكا أنني أثناء قتالي مع أوموكاغي لم يكن أوموكاغي يستخدم قدرته الحقيقية، بل كان نسخة، وهناك نسخ أخرى لم تسمى تلك النسخة الأخرى. لكن بالعودة إلى الفيلم، النسخة الوحيدة التي ظهرت من قبيلة الكوروتا كانت بايرو، ونعلم تماما أن بايرو أكثر الأصدقاء قربا من كوربيكا. إما أن بايرو حين كان على قيد الحياة، وهذا الشيء ظهر في المانجا أن الأمير سيردنيتش يمتلك رأس بايرو، أو أن بايرو حينها كانت لديه أعين تتبع إلى إرادة أوموكاغي. لكن دمية بايرو كما نعلم في دمية الروح قدرة دمية الروح الخاصة في أوموكاغي أنه عندما تفكر بشخص ما تتجسد أحد الدمى بجوارك على شكل ذلك الشخص. هذا الشيء المتبع في قدرات أوموكاغي. هذا يعني أن بايرو كان على قيد الحياة أثناء قتال أوموكاغي مع هيسوكا، لم يكن بايرو ميتا أو أحد أفراد الكوروتا سواء أب كوروبيكا أو أمه ما زال على قيد الحياة. وأكثر أرجحية هو بايرو، والسبب أنه أكثر شخص كان يفكر فيه حين هو كوروبيكا. لذلك تجسدت إحدى تلك الدمى على شكل كوروبيكا، وحينها أثناء القتال رأى هيسوكا دمية كوروبيكا وعرف أنه أحد الأفراد، وعندما قابله في الحقيقة أخبره بذلك أثناء قتالهما في أرك اختبار الصيادين، أو رأى تلك العيون القرمزية عند إحدى تلك الدمى، وعندما رآها عند كوروبيكا أيضا قام بإخباره. كان هذا هو موضوع الحديث اليوم، أن أوموكاغي هو من قام بالمجزرة ووضع تلك الرسالة، حتى يظن الجميع أن من قام بتلك المجزرة هم العناكب. لذلك تم وصف أوموكاغي بالخائن. وستكون هناك بعض المقاطع الأخرى إن شاء الله في هذه السلسلة التي تحكي قصة الكوروتا مع العناكب وكيف تم خداع العناكب، أي أن العناكب ليسوا هم من قتلوا الكوروتا، أو ليسوا هم السبب في مجزرة الكوروتا. لا تنسون وضع اللايك والشير، وأي سؤال أو استفسار ضعوه لنا في التعليقات.